قص وشيل واعمل عمليه القص برضه. طيب انا عندي ثلاث حاجات اساسيين من غيرهم ما ينفعش اعمل عمليه القص. يعني في حاجات ممكن استبدلها حاجات ما اعملهاش، انما عندي ثلاث حاجات من غيرهم ما ينفعش يبقى في عمليه القص. اول حاجه خالص الميتال الوي نفسه اللي انا هستعمله، لو انا ما معيش ميتال الوي انا مش هعمل كاستم. تاني حاجه الهيت سورس اللي هعمل بيه ميلتنج للميتال، انا مش هزق الميتال ده جوه المولد وهو سوليد، لازم اعمله ميلتنج، فمحتاج هيت سورس عشان اعمل ميلتنج للميتال ده. الحاجه الثالثه من الاساسيات بتاعتي الكاستم فورس، الطريقه اللي انا هزق بيها المولتن ميتال ده جوه المولد. فانا لو ما عنديش ميتال ما اقدرش اشتغل، لو ما عنديش هيت سورس ما اقدرش اشتغل، لو ما عنديش كاستم فورس ما اقدرش اشتغل. طيب اول حاجه من الاساسيات اللي هو الميتال، طبعا بيختلف على حسب الالوي زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت وقلنا انواع الالوي المختلفه، واهمهم طبعا الجولد الالوي تايب 4 وال كوبالت النيكل كروميوم الوي، هما دول اكتر اثنين بنشتغل فيهم في فيكسل. ده شكل الاجزاء بتاعت الميتال، البيز ميتال بتبقى على شكل سلندرز كده صغيره، خشوا اقفلوا وراكم على شكل سلندرز كده، كل واحده قد الثانيه، يعني كلهم نفس الماس بتاعتهم، الماس بتاعتهم ثابته. فانا لما بشتري بالكيلو مثلا، بشتري كيلو من المتر، الكيلو اللي هو لو انا حسبت كل واحده من دول تقريبا يعني ممكن تبقى 7 جرام مثلا او حاجه، فانا لما بشتري بقسم ال 1000 على 7 جرام اعرف انا عندي كام واحده من دول. ليه هم مثبتين الماس بتاعت المتر؟ علشان كل ريستوريشن او كل واكس باتر بيقابله الماس اللي انا بستعمله. يعني ما ينفعش ان انا اقول انا هعمل مولر اقوم حاطط واحده وخلاص اشتغل، لا مفيش الكلام ده. المفروض ان انا بحدد على حسب الريستوريشن بتاعي، لو سنجل كراون انتيريور ولا بري مولر ولا بوستير. طبعا انتيريور هيبقى سيراميك، فانا محتاج بس للكوبين او للكور بتاع الريستوريشن، بري مولر ولا مولر، فول ميتال ولا سيرامو ميتال، بريدج هيبقى فيه بونتك، البونتك ده هي بيبقى اكتر جزء بياخد ميتال لانه ما بيبقاش فيه هيتنج سيرفيس، هو حته كده كبيره. فعلى حسب كل ريستوريشن بحدد، يعني انا عندي المولر بحتاج 9 جرام، للبري مولر والانتين بحتاج 6 جرام، وللبونتك بحتاج 12 جرام عشان هي دي اتقل حاجه فيهم. فانا لو عندي مثلا يعني عندي بريدج في مولر ريتينر، وعندي بونتك مولر، وعندي لور 7 يعني 7 مثلا ولا حاجه ريتينر، فانا بحتاج 18 محتاج 9 و6 للبري مولر والمولر، ومحتاج 12 للبونتك اللي في النص. الماس ده هي اللي بتحدد لي انا بحتاج كام واحده. يعني لو الواحده 7 جرام وانا محتاج مثلا يعني 21 جرام، فبستعمل ثلاثه من دول اخدهم اعمل لهم ميتر. لو حسبت غلط المتر اللي انا محتاجه هيطلع لي ديفكت، لان هلاقي ان المتر ما كملش، ما ملاش المولد اللي انا عامله، فيطلع لي في حتت ناقصه من الريستوريشن بتاعي. ده بالنسبه للمتر. بالنسبه للهيت سورس انا عندي طريقتين اعمل بيهم ميلتنج لاي الوي، يا اما ان انا استعمل دايركت هيت على طول، يعني اسخن على طول الميتال دايركت، يا اما بستعمل الكتريك ميلتنج. يعني ايه الكتريك ميلتنج؟ يعني بولد حراره من الكهرباء هي اللي تسخن لي الميتال، مش بستعمل النار دايركت كده. البلو بايب تورش دوت اللي هو المصغر بتاعه اللي انتوا بتستعملوه في اللاب، التورش الصغير ده الاساسي بتاعه اللي هو بيستعمل في المعامل، اللي هو عامل زي اللي بيسموه بالعربي
راح صلح الشكمان مرة يلاقي اللي بيلحم الشكمان بتاع طويل كده ودي نوزل كده وبيطلع نار جامدة عشان يبدأ يعمل بيها اللحام اللي هو بيعمله. هو ده البلو بايب تورش. واللي احنا بنستعمله في اللاب برضو بلو بايب تورش بس صغير مش كبير. انما في اللاب بقى بتاع الفيكسد الحاجات اللي بتعمل بيها المتل وكده بنستعمل الكبير. الالكتريك ميلتنج دي قصة تانية هنشرحها لوحدها. انا عندي البوري اللي بيستعملوه ده او النوزل بتاعة التورش دوت تبقى بالشكل ده مدورة كده. على حسب انا بعمل ميلتنج لايه بيتغير شكل النوزل ديت. النوزل ديت لو بتطلع لو فيها فتحة واحدة دي انا بستعملها عشان اعمل بيها ميلتنج للالويز اللي مش محتاجة هيت عالية قوي. انما لو انا بعمل ميلتنج للالويز عايزة هيت عالية بستعمل النوزل بتبقى فيها اكتر من فتحة كذا فتحة مع بعض. هتلاقي الصورة بتاعتها موجودة عند الكتاب. الاساس بتاعنا هو الشكل ده. ايه الفكرة بقى في الشكل ده؟ انت لما تيجي تشغله التورش اول ما تفتحوه لو هي النار خفيفة كده تلاقوا النار معظمها لونه اصفر خلاص واورنج كده. لما بتعملوه على الهاي تلاقوا اللون الفليم الطول بتاعه زاد وبقى اقوى وبقى الفليم نفسه معظمه لونه ازرق. هي دي الفكرة بتاعة الفليم اللي احنا بنستعمله. اي فليم حتى لو انتم جايبين على البوتاجاز كده ومولعين العين بتاعت البوتاجاز هتلاقوا ان هي كذا لون مش لون واحد. اللون الاولاني خالص اللي هو اول حاجة جنب النوزل على طول او جنب بتاعت عين البوتاجاز دي على طول دي اول لير خالص اللي بيبدأ فيها يبدأ الميكسنج بتاع الجاز مع النشر الجاز الغاز الطبيعي مع الهواء. دي ما بتعملش اي حاجه خالص وما بتسخنش وما لهاش اي معنى خالص. دي لسه البدايه بتاعت الفليم نفسه. الزون اللي بعديها اللي هي بيبقى لونها مخضر شويه دي اسمها كومباشن زون. دي الهيت بتاعتها مش عاليه الاوكسايدز بتعمل فيها اوكسجين كتير فدي بتعمل اوكسيديشن للميتال. لو انا استعملتها فبوظ لي الميتال. اي ميتال اوكسايد بتتكون جوه الميتال بتخليه بريتل وبتضعف. اللير اللي بعديها تبقى لونها لبني دي اللي هي ريديوسنج زون. هي دي اهم زون عندنا. هي دي اللي احنا بنسخن بيها الميتال لانها ما بتعملش اوكسيديشن والهيت بتاعتها عاليه. فهي دي الزون اللي احنا بنستعملها. الزون الاخرانيه اللي هي بيبقى لونها اورنج دهيت او اصفر دي الاوكسيدايزنج زون ودي اسود زون فيهم. دي اكتر واحده فيها اوكسايدز والهيت بتاعها ما هوش عالي. لو انا استعملت الزون ده وانا بسخن الميتال بلاقي النتيجه بتاعتي زي الزفت ما تطلعليش تعمل اوكسايدز كتيره قوي تخلي الميتال يتحرق يبقى لونه اسود ما بينفعش. طيب انا عشان اعمل هيتنج بعمل ميكس للناتشرال جاز والاكسجين او ناتشرال جاز والاير العادي او ناتشرال جاز ومعاه حاجه اسمها اسيتيلين او اوكسي اسيتيلين. خلاص اوكسي اسيتيلين جاز دوت الميزه اللي فيه ان هو بيعمل هيت عاليه قوي فبستعمله مع اللويز اللي محتاجه اللي ليه الميلتنج رينج بتاعها عالي محتاجه حراره عاليه ووقت قليل. النوزل دي بقيتها كده عباره عن دراع. الدراع دهوت فيه اخره فتحتين من الطرف الثاني. فتحه منها بتوصل بيها خرطوم اللي بتوصل مع الناتشرال جاز والفتحه الثانيه بتوصل بيها خرطوم اللي بيتوصل مع انبوبه اكسجين زي بتاعت المستشفيات كده. علشان لما افتح عند الفتحتين دول ليهم نوزل كده وليهم محبس. لما بفتح المحبس ده المحبس ده يبدا يعدي الناتشرال جاز ويعدي الاكسجين هما الاثنين مع بعض. اول ما اولع كده عند طرف النوزل دهيت ولاعه ولا حاجه تبدا الاثنين يحصل لهم ميكسنج مع بعض ويولعوا ويعملوا نار. على حسب كميه ناتشرال جاز وكميه الاكسجين اللي انا بطلعها على حسب ما بلف بقى المحابس دهيت بغير في السايز بتاع الزونز دي.
فانا لو عايز الزون دي هي اللي تبقى اكتر حاجه فانا بزود الناتشرال جاز وبقلل الاكسجين شويه وابدا اقعد العب بالاثنين لغايه ما الاقي ان معظم الفليم دوت لونه لبني زي بالظبط التورش العادي. في الاول بيبقى في الوان كتيره بعد كده لما بيزيد قوي بيبقى لونه كله لبني. على حسب التحكم بتاعي انا في الاكسجين وفي الناتشرال جاز. طيب ده الطريقه اللي هي العاديه اللي هي ان انا اسخن المتقع على طول بنار كده على طول. الطريقه الثانيه عن طريق الالكتريك ميلتنج، ان انا استعمل الكتريستي علشان اعمل ميلتنج للالوي. انا عندي طريقتين، اول حاجه اسمها ريزيستنس ميثود، تاني حاجه اسمها اندكشن ميثود. ريزيستنس ميثود دي اللي هي الكهرباء عاديه زي بالظبط الكويل اللي احنا بنسخن عليه. اول بوتاجاز الكهرباء، بس الكهرباء بتبقى العيون بتاعته ما هياش غاز، ده بيبقى في كويل كده. الكويل ده هو لما بشغل الكهرباء يبدا الالكتريك كرنت يعدي في الاسلاك ده او في الكويل ده، فالريزيستنس بتاعت الكويل هي اللي بتخليه يصفى خلاص ويحمر كده. ده اللي بنسميه ريزيستنس ميثود، ان الالكتريك كرنت معدي في الكويل، الكويل دوت يبدا يسخن، السخونه ده هي تبدا تعمل لي ميلتنج للبلوري. الطريقه الثانيه اسمها اندكشن ميثود، بستعمل فيها حاجه اسمها اندكشن كارنت او الترنت كارنت. الكهرباء العاديه اللي مشغله الاجهزه ومشغله كل حاجه ده هي كهرباء ثابته كده، يعني ما بتعلاش وتفضل، الفولت بتاعها ما بيعلاش ويفضل خلاص فثابته. لو احنا خلينا الكهرباء تعلى وتوطى الاجهزه بتبوظ، عشان كده لما الكهرباء بتتقطع بعدين تيجي فجاه وتيجي عاليه وبعدين توطى تبوظ الاجهزه. الالترنت كارنت او الاندكشن كارنت دوت ده بنستعمله احنا بقى علشان نولد بيه حاجه اسمها الكتروماجنتيك فيلد، مجال كهرومغناطيسي. دلوقتي العيال الصغيرين بياخدوا الكلام دوت في الساينس، يعني ان انا لما اعدي الالترنت كارنت كده في منطقه خلاص بولد فيها مجال كهرومغناطيسي. المجال الكهرومغناطيسي دوت بيأثر على الميتال، بيأثر عليه ازاي؟ الميتال الالوي ده عباره عن اليمنتس ماسكه في بعضيها، بارتكلز ماسكه في بعضيها، اتومز ماسكه في بعضيها. الكتروماجنتيك فيلد دوت بيبدا يخلي البوندز اللي بين الاتومز دهيت تبدا تتفكك، تبدا تتكسر، فيبدا البارتكلز اللي ماسكه مع بعضيها عماله حته سوليد كده تبدا تبعد عن بعضيها، فيبدا الميتال يحصل له ميلتنج خلاص. مفيش دخل للهيت بالموضوع، يعني مفيش سخونه هي اللي عامله اللي بتعمل الميلتنج، يعني مش بسخن الميتال عن طريق الاندكشن كارنت، لا الريزيستنس ميثود هي اللي بتعمل كده. انما الاندكشن كارنت ده لو انا حطيت ايدي عادي كده في وسط المنطقه ديت مش هيحصل حاجه خلاص، مش هحس بسخونه. انما الالكترومغنتيك فيلد دوت بيبدا يفكك البارتكلز بتاعت الالوي تبدا تعمله منه. علشان كده لما هنشوف بعد كده الماشين بتستعمل اندكشن كارنت هنلاقي ان احنا علشان ما نخليش الميتال يحصل له اي تغيير عن طريق الهيت اللي بتطلع في الجهاز بنعمل حاجه اسمها ووتر كولد تيوبنج. انا بجيب معديه فيها ميه ساقعه عشان الميتال ما يسخنش، بس هيحصل له ميلتنج عن طريق الالكترومغنتيك فيلد مش عن طريق الهيت. دي الطريقه اللي هي الالكتريك ميلتنج. تالت حاجه اساسيه عندي، احنا قلنا الميتال اول حاجه، السورس فيلد تاني حاجه، الكاستن فورس دي تالت حاجه. الكاستن فورس اللي هي الفورس اللي انا بزق بيها المولتن ميتال جوه المول خلاص. عندي ثلاث طرق اساسيه بعمل بيها الفورس دي او بزق بيها الميتال. اول حاجه اسمها سنترفيول فورس اللي هو الطرد المركزي. ثاني حاجه الاير بريشر، البريشر بتاع الاير العادي. ثالث حاجه ستيم بريشر، ستيم بتاع ماتيريال معينه سخنتها بيطلع فبزق بيه الميتال جوه المولد بتاعي. طيب
طبعا احنا اتكلمنا المره اللي فاتت على الجول وعلى البيز ميتال، وقلنا ان الحاجه الدنسيتي بتاعتها بتبقى عاليه ما تحتاجش كوست فورس كبيره، انما الحاجه اللي بتبقى الدنسيتي بتاعتها قليله هي اللي بتحتاج كوست فورس اعلى. على حسب الالوي بتاعي بحدد انا هستعمل اي نوع من انواع الفورس وقد ايه من الفورس. طيب الميتال ده بيتسخن بايه؟ بجيب كده في ايدي واسخنه؟ لا، بستعمل له حاجه اسمها كروسيبل. لو تفتكروا في الرينج كنا بنركب حاجه اسمها كروسيبل فورمر عشان تعمل لي الشكل بتاع الهيد بتاع الكروسيبل، علشان الميتال اللي هيتسخن هنا يخش دايركت على السكرو وعلى المود على طول. الكروسيبل ده هي الماتيريال بتاعتها كتيره، ممكن تبقى كلي، ممكن تبقى كربون، ممكن تبقى كوارتز. ممكن الصوت بعد اذنكم يا دكاتره لو سمحتوا، لو مش عايزين تحضروا اطلعوا بره، مش يعني التليفون ما ينفعش واحنا قاعدين بنشرح. هي دي يعني يا اما بتبقى كلي يا اما بتبقى كربون يا اما بتبقى كوارتز، ومعظم الكروسيبلز اللي بتستعمل دلوقتي بتبقى كوارتز، حاجه سيراميك كده بيتحط فيها الميتال، بتستحمل حراره عاليه فما بيحصلهاش اي تغيير وانا بسخن جواها الميتال. بحط الميتال جوه هنا او جوه هنا، دي معموله بالعرض ودي معموله بالطول، الاختلاف ده على حسب الماشين اللي هتتحط فيه وهنشوف الفرق بينهم ايه. بيتحط الميتال ويتسخن فيها وبعد كده بالكاستم فورس يتزق المولد الميتال ده يخش جوه المولد بتاعه. انواع الكاستنج ماشينز كتيره، اكترهم شهره هم الخمسه دول. الماشين بتتسمى على حسب الفورس اللي انا بعمل بيها الكاستنج او على حسب طريقه الميلتنج بتاعت الالوي، يعني الفورس او طريقه الميلتنج بتاعت الالوي. يعني اول ماشين مكتوب عليها سنترفيوجال كاستنج ماشين، فدي يعني الاسم اخدته من طريق الكاستنج فورس. الالكتريك ريزيستنس هيت الكاستنج ماشين دي من طريق الميلتنج بتاع الالوي. الاندكشن ميلتنج كاستنج ماشين دي من طريق الميلتنج بتاع الالوي. الثلاثه دول الكاستنج فورس بتاعتهم واحده. خلاص؟ الثلاثه دول الكاستنج فورس بتاعتهم واحده، فعشان يفرقوا بينهم خلوا اول واحده بس هي اللي طريقه الكاستنج فورس والاثنين اللي بعديها بطريقه الميلتنج، انما الثلاثه الكاستنج فورس فيهم هي سنترفيوجل فورس. خلاص؟ الاثنين الاخرانيين دول متسميين بطريقه الكاستنج فورس لان مفيش منهم سب جروبس. يعني الاير بريشر كاستنج ماشين بتستعمل اير بريشر، ستيم بريشر كاستنج ماشين بتستعمل ستيم بريشر. اول ماشين خالص اللي احنا بنسميها سنترفيوجل كاستنج ماشين دي ماشين بدائيه شويه، بس هي لان دي ده الحديث بتاعها يعني، انما انا قصدي في التصميم بتاعها بدائيه شويه. بتعتمد على قوه الطرد المركزي علشان تزق الميتال يخش جوه المولد. الفكره بتاعتها في ايه؟ الفكره بتاعتها ان انا عندي حاجه اسمها بروكن ارم. بروكن ارم دوت عباره عن ارم كده ميتال، بيسموه بروكن ليه؟ لان هو بيتني يعني من النص هنا بقدر اتنيه، خلاص ما هوش حته واحده، بقدر اعمل رايت انجل بين الجزئين اللي فوق. في ناحيه منه بيبقى فيه لود تقل، خلاص. الناحيه الثانيه بيبقى فيه هنا كده زي تيبل ميتال صغيره بيتحط عليها الكروسبول اللي انا بعمل فيه ميلتنج للميتال، وفي هنا حاجه اسمها كرادل اللي هي بيتسند عليها الرينج اللي انا هصب جواها الميتال، اللي انا هزق جواها الميتال. الرينج بتتحط بالجنب كده زي ما انتم شايفين، وتبقى الفتحه بتاعت السكرو قدام الفتحه بتاعت الكروسبول. طيب ايه الفكره بتاعت السنترفيوجل كاستنج ماشين دهيت؟ الميتال بيتحط هنا كده في الكروسبول،
او غنى يا ولين دي احنا طلعنا جزء اللي هو ده خلاص، وبيتحط على حسب الرينج بتاعتي حجمها قد ايه، بيبقى معروف اللود بتاعها او الماس بتاعتها قد ايه، التقل بتاعها قد ايه. يعني لو هي رينج صغيره تبقى اكيد الويت بتاعها اقل من الويت بتاع رينج كبير، فبيبقى معروف ان الرينج سايز 1 مع دي بتبقى لما يتحط فيها الانفستمنت بيبقى الويت بتاعها كذا، سايز 3 كذا، سايز 6 كذا وهكذا. على اساس الويت بتاع الرينج دي بحط هنا ما يوازيها من اللود، دول بيتشالوا. يعني ممكن اركب واحده كمان، دول واحده اثنين هم، ممكن اركب واحده ثالثه واحده رابعه، او اشيل واحده واسيب واحده وهكذا على حسب الرينج اللي انا بستعمله. طيب ايه اللي تحت ده بقى وايه الزرار ده؟ جوه هنا في سبرينج ماشي زي بتاع اللعب بالظبط، الزمبلك. في لعب الزمبلك حتى يعني عدى عليه اللعب، احنا بنقعد نلف كده المفتاح بتاعها، وبعدين اول ما نسيب المفتاح تبدا الحاجه تتحرك. تتحرك ازاي؟ ان مع وانا بلف المفتاح كده انا بعمل كويلينج زياده او بضغط على السبرينج اللي موجود جوه اللعبه دي، وبعدين اول ما اسيب يبدا الكومبريشن اللي موجود دهوت يبدا يفك تاني، فتبدا اللعبه تتحرك بالعكس. خلاص هنا نفس الكلام، في جوه هنا كويل او سبرينج متوصل بالدراع ده، واللوك بتاعه اللي هو الاحمر ده، يعني انا بقعد لو عايز اضغطه بلف الدراع واقعد الف والف والف والفه، واقوم دايس على الزرار دوت او ارفعه لفوق فيقوم ماسك السبرينج وهو مضغوط كده لغايه ما بستعمله بعد كده. احيانا بيبقى بدل الزرار ده بيبقى في هنا كده دراع برفعه لفوق يعلق السبرينج وهو مضغوط. طيب ده كله التجهيز بتاعي. انا بضغط السبرينج ده ازاي؟ بمسك الراس الهيد الحمراء ده هي واقوم لافف خلاص، بلف مع عقارب الساعه واحد اثنين ثلاثه، واقوم رفع الزرار ده فيمسك لي السبرينج وهو مضغوط. قبل ما بحط الرينج هنا، الرينج دي بتبقى في البيرن اوت فيرنس عاده، بيبقى الماشين ده هي محطوطه تحت كده البيرن اوت فيرنس فوقيها على طول، عشان الرينج ما تاخدش وقت النقل من الفيرنس للكاستم ماشين، عشان احنا قلنا في 30 ثانيه بس اللي انا بقدر استعمل فيهم الرينج. الرينج ده بتبقى موجوده جوه الفرن، ده الشكل بتاع الكروسو بتاعي. الرينج دي بتبقى جوه الفرن بيحصل لها بيرن اوت، بيحصل لها الاكسبانشن، وبعدين الهولدنج بتاع التمبريتشر اللي هو الهيت سوك. بحط الميتال هنا وابدا اعمل له ميلتنج. الميلتنج في السنترفيوجال كاستنج ماشين بيبقى عن طريق البلو بايب تورش اللي هو البوري ده، ببدا اسخن على طول دايركت الميتال وهو جوه دي. طيب الميتال بيبقى عباره عن سلندرز كده، وببدا احطه هنا في الكروستول وابدا اسخنه لغايه ما يوصل للمرحله اللي يبقى جاهز فيها ان هو يتزق جوه المول. طيب ادي شكل كوكي للموضوع، ادي الكروستول اهو، وادي البروكن ارم اهو، وادي الدراع اللي بلفه علشان السبرينج اللي جوه هنا يتضغط، وده اللوك بتاعه بحركه على حسب هو يمين ولا شمال، بعكسه علشان اعمل لوك للسبرينج اللي موجود. اول ما الميتال يبقى خلاص جاهز ان هو يتعمل له كاستنج او يلزق جوه الرينج، بقوم مطلع الرينج وانا بسخن لسه الميتال، يعني ما بسيبش الميتال عشان يبرد، لا بفضل جايب التوش دوت موجهه ناحيه الميتال، وبالايد الثانيه في حاجه اسمها توجل كده زي مقص طويل كده او تويزر طويل قوي، بطلع بيه الرينج بالايد الثانيه من البيرن اوت فيرنس واحطها في مكانها، والكروسو دوت بيتزق يعشق مع الرينج عشان يبقوا قدام بعض على طول، واقوم عامل ريليز اللوك ده
فلما اعمل ريليس للوك تبدا البروكن ارم دوت يلف عكس عقارب الساعه. خلاص؟ لما يبدا يلف عكس عقارب الساعه هيتفردوا التو ارمز قدام بعض كده. قوه الطرد المركزي دي الفكره اللي فيها ايه؟ الفكره اللي فيها ان انا لو حطيت حاجه دول الاطراف اهي بتوع الارم، لو انا حطيت حاجه في النص او مش في الطرف يعني وبدا يلف الارم بسرعه، في قوه بتزق اي حاجه موجوده بعيد عن الاطراف ناحيه الاطراف. تمام؟ يعني لو انا حاطط، لو انا موقف واحد هنا كده خلاص ولفيت الارم ده جامد قوي، هلاقي ان الواحد هو بيتزق على الطرف وبقوه، مش يعني بالراحه كده، لا بقوه جامده جدا. فالمتل اللي موجود هنا مع السنترفيوجال فورس يبدا يتزق يخش جوه المولد ويملاه ويخلص عمليه الكسر. فيبقى انا عندي السورس اوف هيت بتاع السنترفيوجال كاستنج ماشين هو عباره عن التو باي كروش. خلاص؟ الكاستنج فورس عباره عن ايه؟ سنترفيوجال كاستنج فورس. خلاص؟ طيب ادي البول اللي احنا عمالين نتكلم عليها. خلاص؟ وفي هنا مفتاح وهنا مفتاح، واحد بتاع الناتشرال جاز وواحد بتاع الاكسجين. هنا بقى مش باين قوي بس هنبقى نشوفه في فيديوهات بعد الميد ترم بقى. في خرطومين هنا، واحد واصل بقبول اكسجين وواحد واصل بالغاز الطبيعي. وادي اللود بتاعي اهو، وادي الميتال وهو خلاص يعني على مرحله الكاستنج فورس، وادي الرينج محطوطه وجاهزه. اول ما اعمل ريليس في ارم هنا اهو، اول ما اعمل له ريليس يبدا الارم ده كله يتحرك عكس عقارب الساعه فيزق الميتال اللي موجود ده يخش يملى المولد بتاعي. طيب دي الطريقه الاولانيه او الماشين الاولانيه. نعم. ايه؟ الارم ده كله اسمه بروكن ارم. هو كله يعني ده بده هو حاجه واحده اسمها بروكن ارم. اسمه بروكن ارم عشان مقسوم نصين هم مسمينه كده. دي اول ماشين. الماشين الثانيه اسمها الكتريك ريزيستنس هيتنج كاستنج ماشين. قلنا ان الكاستنج فورس فيها هي اياها سنترفيوجال كاستنج فورس، الاختلاف في طريقه الملء. الطريقه الاولانيه استعملنا التو بايب تورش، سخنا على طول بالريديوسنج زون، سخنا الملء. هنا هتلاقوا في جهاز كده، الجهاز اهو طالع منه اسلاك. خلاص؟ الاسلاك اللي هي متوصله بالمكان اللي بيتحط فيه الكروسبل. المكان بيتحط فيه الكروسبل، يعني الكروسبل اتحط هنا خلاص. تحت الكروسبل ده هو في حاجه زي الكويل. خلاص؟ فلما بشغل الجهاز كاني بالظبط بسخن حاجه على سخان كهرباء او على بوتاجاز كهرباء. بس بدل ما نحط يعني الحله او الكنكه مثلا بنحط الكروسبل نفسه. فبيتحط هنا فيبدا الالكتريك ريزيستنس تولد الهيت، الهيت ده بتسخن الكروسبل، وجوه الكروسبل في الميتال يبدا هو كمان يحصل له ميتال. الكروسبل نفسها بتسخن قوي انها ما بيحصلهاش حاجه زي ما قلنا، الميتال اللي جواها هو اللي بيبدا يحصل له ميتال. اول ما يوصل للمرحله ان هو خلاص يتعمل له كاستنج برضه بشيل الرينج من الفرن واحطها واعمل ريليس للارم لان ده بروكن ارم برضه اهو. اعمل ريليس ليه فبرضه بالسنترفيوجال فورس يتزق الميتال جوه المولد. فهنا الاختلاف في طريقه الميلتنج، انما طريقه الكاستنج واحده، الكاستنج فورس هي هيها السنترفيوجال كاستنج. طيب الطريقه او الماشين الثالثه اللي اسمها اندكشن ميلتنج، برضه زي ما قلنا برضه طريقه الكاستنج هي السنترفيوجال كاستنج فورس، انما طريقه الميلتنج هنا على حسب الاسم بالاندكشن كارنت. الاندكشن كارنت اللي هو بيعمل الكتروماجنتيك فيلد حوالين الكروسبل. خلاص؟ فيبدا الميتال اللي جوه الكروسبل دوت يبدا يفك من بعضه، يتفصل عن بعضه فيبدا يحصل له ميلتنج. وبعد كده اول ما يوصل ان هو خلاص وصل لمرحله الميلتنج بتاعتنا ان هو جاهز على الكاستنج، بعمل برضه ريليس للماشين ف
فبرضه بتتحرك عكس عقارب الساعة بتعمل الكاستنج بتاعك. دي الماشين نفسها هي كل الجهاز الكبير دوت بس عشان يعمل لي الاندكشن كارنت مش اكتر. يعني هو جزء اللي فوق بس من الماشين هو ده اللي بيبقى فيه الرينج وفيه الكروسبل. وشايفين هنا الكروسبل بقى دي اللي هي كانت بالطول مش بالعرض، دي مخصوصه للماشين دي الاندكشن ماشين عشان تعرف تولد ماجنتيك فيلد حوالين الكروسبل كلها. وبيتحط هنا الرينج مايله بحيث ان الفتحه اللي هي بتبقى قدام الاسبوع على طول. لو بصينا هنا كده شايفين الكوينز اللي جوه دي، الكوينز ده هي بيعدي فيها ميه ساقعه، دي مش كويل بيسخن، ده ما بيسخنش، احنا قلنا مفيش الكتر ريزيستنس فيها في الماشين دي خالص، مفيش الكتر ريزيستنس خالص. هنا دي كوينز بيعدي فيها ميه ساقعه. ليه بتعدي الميه الساقعه دي؟ علشان الهيت اللي ممكن تطلع نتيجه الالكترومغنتيك فيلد ما تاثرش على الميتال، تتبرد على طول، فاللي ياثر على الميتال بس هو الالكترومغنتيك فيلد. ليه ما سيبناش الهيت هي كمان تسخن مع الالكترومغنتيك فيلد؟ ان هم لقوا ان الالكترومغنتيك فيلد بيعمل يونيفورم ميلتنج للالوي احسن من الهيت العادي. فانا ما دام عندي الاحسن ادخل ليه معايا حاجه ثانيه مش كويسه؟ عشان كده الماشين ديت هي اغلى كاستنج ماشين فيهم كلهم، لان بتعمل لي يونيفورم ميلتنج. المتر العادي وانا بسخنه ممكن وانا بسخنه ابقى الفلو بايب تورش بتاعي موجهه في ناحيه معينه اكتر من ناحيه، ففي حته ما يحصلهاش ميلتنج كويس وهكذا. انما ده هو هيعمل ميلتنج للالوي كله يونيفورم من غير اي مشاكل، فمش محتاج هيت معايا خالص. الجهاز عباره عن ايه؟ عباره عن زراير هنا كده خلاص، وغطاء، الغطاء دوت بيتفتح كده زي باب كده، وفوقيه من فوق كده في دايره فيها زي ازاز اللي هو بيبقى عامل زي نظارات الشمس كده. الحاجه اللي ما قلناهاش هنا، شايفين المنظر ده؟ هل اي حد هو باصص كده هيبقى شايف الميتال اللي جوه وهو بيحصل له ميلتنج؟ مستحيل. فلازم اللي بيبقى شغال يبقى لابس نظارات زي نظارات الشمس، ما نظارات لحام يعني، تبقى بدل ما هي نظارات عاديه كده تبقى كانها نظاره شمس عشان الواحد يعرف يشوف الميتال في وسط التوهج اللي حاصل ده كله. خلاص؟ وهم هنا في الماشين عاملين هم الموضوع ده، عاملين الدايره كده، لان احنا هنا مش هنسخن بقى بايدينا فهنبقى فاتحين كده وشايفين الميتال، لا هو الميتال هيتسخن والجهاز مقفول كده. فلازم ابقى باصص من الفتحه دي علشان اشوف المتر وصل للمرحله بتاعه الميلتنج اللي انا عايزها ولا لسه. انا اللي بحدد مش الجهاز اللي بيحدد. بحط المتر هنا وبعدين بقوم قافل الجهاز. اول ما بقفل الدراع بتاع الجهاز دهوت الماشين اوتوماتيك بتبدا تلف مع عقارب الساعه من جوه القرم دوت، يبدا يلف مع عقارب الساعه يعمل لي كومبريشن للسبرينج اللي جوه. خلاص؟ هيجهزه على الوضعيه اللي هي بتاعه الكاستنج فورسر. بعدين بدوس على زرار يبدا الاندكشن كارنت يتكون ويبدا الالكترومغنتيك فيلد يتكون. كل ده وانا باصص من فوق كده على المتر، وانا باصص على المتر كده فجاه الاقيه يبدا التوهج بتاعه يحصل ويبدا الميلتنج بتاعه يحصل. اول ما يوصل لمرحله الميلتنج اللي انا عايزها اقوم دايس فاتح الاول الغطاء وحاطط الرينج هنا واقوم قافل تاني، بعدين اقوم دايس على زرار يبدا يعمل ريليس للسبرينج اللي جوه ويبدا يعمل الكاستنج فورس بتاعته سنتريفيوجل ويزق المولتن ميتر جوه المولد نفسه وجوه الرينج. دي الاندكشن ميلتنج كاستنج ماشين. الماشين اللي بعد كده اللي هي اسمها اير بريشر كاستنج ماشين. اير بريشر كاستنج ماشين دهيت معتمده على الاير بريشر في انها تزق الميتال جوه المول، انما التسخين او الهيت سورس ايه هو البلو بايب تورش العادي. الجهاز ده عباره عن باب فوق كده وباب تحت. خلاص؟ هنا ما بنستعملش كروسبل، يعني ما بنعملش ميلتنج للميتال كروسبل. امال بنعمل الميلتنج فين؟ هنا انا بحط
الرينج بتاعتي بعد ما بعمل البيرن اوت واعمل لها الهيت سوب، واقوم حاططها هنا كده وبحط في مكان الكروس والفورمر اللي انا كونته يعني مكان الكروس والفورمر الكونكاف ده بحط الميتال فيه، يعني بحط الميتال على جوه الرينج كده على طول فوق السكرو على طول، وابدا اسخن الميتال وهو على الرينج نفسها. خلاص اول ما الاقي ان الميتال خلاص وصل للمرحله بتاعت الميتال المظبوطه بقوم قافل الباب ده، خلاص وقافل الباب ده واقوم مشغل الجهاز يبدا يطلع الخرطوم اللي موجود ده كده، يطلع اير بريشر جامد قوي، اير بريشر دهوت يزق الميتال اللي انا عملت له ميلتنج هنا يخش جوه المولد. خلاص طيب انا عملت ميلتنج بالكرو بايب تورش وعملت كاستنج فورس عن طريق الاير بريشر. ادي الشكل بتاع الرينج المتر بيتحط هنا كده وابدا اسخنه هنا كده. خلاص وعندي الجهاز ده جواه في كومبريسور هو اللي بيطلع لي الهواء عن طريق الخرطوم، الهواء دوت يطلع يضغط جامد قوي على المتر الموجود ده يبدا يزقه جوه المتر. ده انا بستعمله لما بستعمل رينج صغيره، يعني بعمل سنجل ريستوريشن، واحيانا لما ببقى بعمل بس انلي مثلا او حاجه، يعني حاجات صغيره، او انما الحاجات الكبيره الهواء ما بيقدرش يزق المتر بسرعه يخش جوه المولد، والرينج نفسها ممكن تبدا تبرد شويه فبرضه يبقى في مشكله، فمحتاجه رينج صغيره ومحتاجه ريستوريشن يبقى صغير ما يبقاش كبير. الجهاز الاخراني هو جهاز عتيق شويه وما بقاش بيستعمل دلوقتي، اللي هو اسمه ستيم بريشر كاستنج ماشين. ستيم بريشر كاستنج ماشين ده عباره عن ارم كده، خلاص الارم ده هي ماسك فيها فريم، الفريم ده بيتحط فيه شيت كده، الشيت ده كان زمان معموله من اسبستوس، اسبستوس ده مشكلته ان هو لما بيتسخن بيطلع ستيم كارسينوجينيك، فبداوا يحطوا حاجات ثانيه غير الاسبستوس، شيت هنا كده خلاص، في بيز بيتحط عليها الرينج. اللي بيحصل برضو ان انا بعمل البيرن اوت بتاعي وابدا واعمل هيت سوق واقوم مطلع الرينج بسرعه حاططها على البيز دي واحط جواها الميتال برضو اللي هو الاسود ده وابدا اسخنه بالكرو بايب تورش. اوكي وبعدين اقوم قافل الارم ده، والارم ده متوصل بالكهرباء، الكهرباء تبدا تسخن الفريم ده، الفريم ده يبدا يسخن الشيت اللي موجوده، الشيت اللي موجوده ده تبدا تطلع ستيم، ستيم ده ما يلاقيش حته يطلع منها غير ان هو يزق الميتال يخش جوه المولد. خلاص يعني هو زي الاير بريشر بس بدل ما بعمل بريشر بالاير بعمله بالستيم. اوكي بس ده نادرا ما هو ما تلاقوه تشوفوه يعني، وما يعني ما بيطلعش نتائج كويسه، وبرضه بيستعمل الرينجز الصغيره. اكتر ماشينز بتستعمل ماشين اولانيه خالص اللي هي السنتريفيوجل كاستنج ماشين والاندكشن ميلتنج كاستنج ماشين، بس مشكلتها ان هي غاليه شويه بس بتطلع شغل اكيوريت عن السنتريفيوجل كاستنج ماشين عليا، وبعدين ما فيش الاخطار بتاعت ان انا بسخن بكوبر تورش والميتر كده قدامي والارم دي بتتحرك كده اي حاجه تطير في وشي ولا حاجه ان الجهاز مفتوح، انما الاندكشن ميلتنج كاستنج ماشين دي ما فيش فيها اي مشكله خالص وبطلع الشغل من غير اي مشاكل. طيب احنا عمالين نقول ان احنا بنسخن الميتال لغايه ما يوصل للمرحله انه جاهز ان هو يتزق جوه المولد. ايه بقى المرحله دي؟ امتى بقول ان الميتال كده انا خلاص عملت له ميلتنج مظبوط واقدر ازقه دلوقتي جوه المولد؟ حكايه مش حكايه ان انا بسخن وخلاص واول ما الاقيه سايح قدامي كده اقوم زقه، لا، التسخين الزياده يعني مشكله، التسخين الاقل برضه يعني مشكله، الاثنين بيطلعوا كاستنج ديفكتس، بيطلعوا مشاكل في الكاستنج. بالنسبه للجولد، الجولد الميلتنج بتاعه اسهل من البيز ميتال لان الميلتنج رينج بتاعه اقل بيز ميتال.
طبعا ببقى لابس النظارات اللي هي بتاعت اللحام او النظارات اللي هي الشمس يعني. اول ما ابدا مسخن الميتال بيبقى الجولد الوي ما بيبقاش ما بيجيش بقى انجولز كده، السلندرز بتاعت البيز ميتال دي بنسميها انجولز خلاص. الجولد بيجي ستريبس كده شرايح. اول ما ابدا اسخن الجولد بيبقى لونه احمر، يبدا يحمر، بعد كده يديني لون اورنج، بعد كده يديني لون ضل كده يعني ايه، ولا يعني ما هوش متوهج كده، بيبقى لونه مطفي شويه. بعد كده يديني ميرور لايت شاين، يعني ابص كده احس ان دي حته مرايه قدامي خلاص. اول ما يوصل للميرور لايت شاين دهيت ببدا اعمل ريليز للماشين عشان اعمل كاستنج فورس على طول خلاص. اول ما يوصل للمرحله اللي هي الوايت الضل اللي هي مش عامله زي الميرور كده، ابدا اطلع الرينج من الفرن واحطها في الكاستنج ماشين، بحيث ان انا وانا لسه بسخن الجول على ما انزل الرينج اكون وصلت للمرحله دي، اقوم اعمل على طول ريليز للارم بتاعت الماشين، فيعمل كاستنج على طول ما ياخدش اكتر من 30 ثانيه اللي احنا بنتكلم عليها. طيب او ممكن وايت الاورنج على حسب التسخين بتاعي، يعني الاورنج او وايت ضل مش بالنسبه للبيز ميتال الوضع مختلف شويه. البيز ميتال محتاج وقت اطول شويه في الهيتنج، محتاج حراره اعلى. الانجوتس بتاعته تبقى بالشكل ده اول ما بحطها. اول ما ابدا اسخن ما بيحصلوش بقى الالوان اللي بتحصل في الجولد، انما بيحصل تغيير في الشكل بتاعه. الانجوتس دهيت الايدجز بتاعتها شارب خلاص. اول ما ابدا اسخن هبدا الاقي الايدجز دهيت تبقى سلام كده، يعني تبدا تقع، تبدا تبقى راوندد خلاص. بعد ما تبقى راوندد بتبدا قدامي كده بيبقى مديه اللون الاورنج اللي هو التسخين بتاعه، يعني اللون اللي هو الاورنج الجامد. وبعد كده ببدا الاقي فيه كراكس، ايج شيل كراكس كده حصلت في السيرفيس بتاع الميتال. اول ما يوصل الايج شيل كراكس دهيت هو دي المرحلة اللي أنا بعمل فيها الكاستنج. لو زودت وما عملتش كاستنج بيبدأ يعمل ميتال أوكسايدز. لو عمل ميتال أوكسايدز بعد ما أعمل الكاستنج وأطلع الشغل كده ألاقيه لونه أسود، المفروض إن هو يطلع لونه سيلفر شوية، لا ألاقيه لونه أسود ومليان خرام كتيرة كده لأن حصل له أوكسيديشن وباظ. فلازم اعمل الكاستنج على طول اول ما الاقي الايك شيل كراكس اللي موجوده ده. ابدا اطلع الرينج امتى؟ ببدا اطلع الرينج اول ما الايدجز اللي هي تبدا تقع خلاص، او تبقى راوند. بطلع الرينج وبعدين اكمل تسخين. اول ما الاقي فيه ايك شيل كراكس كده، كراكس كده في السيرفيس، ابدا اعمل ريليز للارم عشان اعمل الكاستنج. بعد ما بخلص بسيب الرينج تبرد شويه بره خلاص، وبعد كده بشيلها من الكاستنج رينج من الماشين نفسها، واستنى لغايه ما اللون الاحمر اللي فيها دوت يطفي. طول ما اللون الاحمر ده موجود معناها ان انا لو حاولت ان انا اكسر الانفستمنت من على ريستوريشن ممكن يحصل ديفورميشن فيه. فعلى طول بستنى من 3 لـ5 دقايق لغايه ما الاقي امسك الرنج كده الاقي الجزء الميتال اللي باين كده بدا اللون الاحمر بتاعه ده يطفي شويه. بعد ما بيحصل كده علشان اخلي الانفستمنت بتاعي يتكسر بسهوله ممكن اعمل له حاجه اسمها كوينشنج. كوينشنج يعني ايه؟ يعني اقوم جايب الرنج اهي واحطها في ميه ساقعه او افتح عليها الحنفيه عشان الفرق الحراره ده هوت يعمل كراكس في الانفستمنت نفسه خلاص. فلما اجي اشيل بعد كده الانفستمنت على الريستوريشن يطلع بسهوله. زي ما اتفقنا الكوينش ده ما بيتعملش ولسه اللون الريد موجود، ان لو اتعمل واللون الريد موجود ده هوت بيعمل سادن دروب في التمبريتشر ويبوظ لي المارجنز والحته الرفيعه بتاعت الريستوريشن. فلازم استنى لغايه ما الجزء الريد ده ما يروح.
بعد كده بحاول ازق الانفست من جوه الريت الميتال، بحاول اخبط عليه كده عشان يطلع الانفست من جوه، وابدا اشيل الانفست دوت، يا اما بخبط عليه كده في شاكوش مخصوص كده للانفست بالراحه كده عشان اكمل الكراكس دي واطلعه. وبعد كده بمسك الريستوريشن بتاعي وابدا اشيل بقى حته الانفستمنت اللي ماسك عليه براون بير من بتوع اللاب ولا حاجه. وبعد ما بخلص ده كله عشان انضف بقى الحته الرفيعه قوي بعمل له حاجه اسمها ساند بلاستنج. ساند بلاستنج يعني ايه؟ يعني بوجه عليه بارتكلز الومينا، حاجات كده بارتكلز شبه الرمل كده بس لونها ابيض ورفيعه خالص، تبقى 50 مايكرون ولا حاجه السايز بتاعها، وبعملها ببريشر عالي فبتعمل زي ورقه الصنفره كده، بتبدا تشيل اللاير اللي عليها البيست ماتيريال الكتيره اللي موجوده على السيرفس. هو عباره عن جهاز وطالع منه من جواه كده، بندخل ايدينا فيه، في مسدس من جوه، المسدس ده بيطلع رمل اللي هو الالومينا دوت بضغط ببريشر عالي، وبايدي الثانيه ببقى ماسك الريستوريشن بتاعي فيبدا يشيل الانفست ماتيريال من غير ما ياثر لي على الشكل بتاع الريستوريشن. تمام؟ طيب في حاجه بس هي اللي ممكن تتعمل مع الجولد، ان انا اعمل حاجه اسمها بيكنج. البيكنج ده اللي هو ايه؟ ساعات بيتكون كده حتت اوكسايدز كده على وش الجولد ريستوريشن بعد ما بخلص، فبعمل له حاجه اسمها بيكنج، ان انا بجيب هيدروكلوريك اسيد خلاص او سلفوريك اسيد وبسخنهم في اي كونتينر كده صغير لغايه ما يغلوا، وبعد كده بحط فيهم الريستوريشن، فيبدا مع كمان ان انا استعمل التراسونيك ديفايس. التراسونيك ديفايس بيعمل فايبريشن جامده قوي كده، فيبدا يفكك اللاير اللي موجوده على وش الريستوريشن بتاعي ويدوبها ويطلعها. ده بيستعمل مع جولد الويز بس هو البيكنج ده، لان دي بتبقى لاير ما هياش جزء من الجولد نفسه، ده على السيرفس بتاعه، انما البيز ميتال بيبقى عليه السيرفس اوكسايد العاديه بتاعته دي ما بتتشالش في البيكنج. تمام؟ ده ناخده بقى بعد الميد ترم احسن عشان الموضوع فيه كلام كتير. امتحان الميد ترم طبعا هيبقى لغايه المحاضره بتاعت النهارده، ركزوا في الحاجات اللي احنا قلناها كلها، واللي حاضر المحاضره هيعرف يحل الامتحان بسهوله.